دیوانوں کے رام ہوا منصادی اور کشملی اصحابی کے راوی رام التائمی والنار حامدۃ الانفاسی من اسفی علیہ والنار سا الائنی من صدمی وسا اسا وطا والت بحیرتو بالنار من ظرامي والجن تهتف والأنوار ساطئة والحق يظهر من ما نوى من كلمي أمو وسمو فائر لان البشائر لم تسمى وبارقة للنار لم تشامي من بعد ما أخبر أقوام كاهنهم بأن ذي الأمور وجلم يقوم وبدا وآيان في الأفق من شعوب منقلات وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا أن تريك الوهي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم أربا أبطال أبرأتي أو أسكر بالعصا من راحته رومي نبذا به بدا تسبيهم ببطن إيمان نبذا المسبيم عشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خار للخلق كلهم جاءت لي دواتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطر سترا لما كتبت فروعها من بني الخط في اللقم مثل الغمامة أن نسار سائرة تقيه الرواتي سل الهجير أمي أقسمت بالقمر منشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما هو الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار أنه أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار والصدق لم يري ما وهم يأكلون ما بالغار من أريم ظنها ما ظن نلأمك بوتا على خير البرية لم تنسج ولم تهم بكايات الله أغنت عنه ضعفتي من الدور وأن علمي الأتم ما سامعني دور لي ما استاجرت به إلا وارلت جوارا منه لم يضمي ولا ما استغنى دارين بيدهم إلا استعلمت النادى من خيري مستلمي لا تنكي للوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه آل مهتلم تبارك الله ما وحي
حبيبي مقتسبي ولا نبي على طيب بي مستهبي كم أبرع أتواسيبا بالأمس راحته وأطلا قد أريبا من ربقات النمام وأحيات السنات شهباء دواته حتى حاكت غرة في الأسور دومي بآري لنجادا أو خلت البي طه بها سيبا مي نل أمي أو سيل أمي نل أريمي مولايا صلي وسلم دائي من أبدا على حبيبك خير الخلق كله دني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورا نار القيرى ليلا على عالمي فدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غيرا منتظم فما طاول أعمال الماء ديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الماء هادي وأن هادي وأن إرمي مولايا صلي وسلم دائي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففا قد كل معجزة من النبي إليه جاءت ولم تدمي محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما هربت قط لا آدم حربي أدل أعادي إليه ها ملكي يا سلمي ردت بلاغتها دعوى مؤارضها رد الغيور يدال جاني عن الحرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا هما أنك موج البحر في مددي وفوق جوهري في الحسن والقيم فما تؤد ولا تسى أجائبها ولا تسام على الإكثار بالسامي قرت بها عينك ريها فقلت له
لقد غفرت بها لله فتسمي إن تتلوها خيفة من حر نار إلى الله أتفتح على من وردها شبيبي كأنها الحضطب يلو الأجوه به من الأصوات وقال جاءوه كالحبب وكسيرات وكال ميزان مدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود الرأى ينكرها تاجع لو وهو عين الهاذق الفهم قد تنكر العين لو الشمس من رمادي وينكر الفم ما الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفون صحته سعيا وفوق متون العين قرصم ومن هو الآيات الكبرى للمعتبري ومن هو النعمات العظمى مغتنمي صاريت من حرام ليلا إلى حرمي كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترك إلى أن نلت منزلتان من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي وأنت تختاري كل سبعة طباق في موقف كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تد شعبا لمستبقي من الذنوب ولا مرقى لمستنمي خافلت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفراد العلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوسل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فهست كل فخار غير مشترك وجست كل مقام غير مزهم وجل مقدار ما قلت من رتبي وعز إدراك ما أوليت من نعمي بشرى لنا
معشر الإسلام إن لنا دين العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرام الرسل كنا أكرام الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رأت قلوب العيدا أمباء بثاته كنبات النجفالات غفلا من العالم. ما زال يلقاهم في كل متراك حتى حكوا بالقناة لهما على وغمي. ود الفرار فقردوا يغبيتون به أشلاها شالت ماء الإكبان والرخم. تمضي الليالي ولا يدرون عيدتها ما لم تكن من ليا للعشر الحرم. كأنما دين ضيف هل ساته بكل قرب إلى لحم العيد قريب. يا جر برخمي سم فوق سابعتي يرمي بموج من الأبطال ملتطمي. من كل منتدب لله متسب يستو بمستسل للكفر مستعلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى عادت ملة الإسلام وهي بئيم من بعد غربتها موصولة الرحيم. مقفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بال فلم تيت ولم تائمي. هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ما لا راى منهم في كل مستدم. وسل هنين وسل بدرا وسل أهدا فصول هتف لهم أدهى من الوخم. المصدر البيضيء رمب دام وردت من العيد كل موس ود من الإمام. والكاتبين بسور الخط ما تركت أكلامهم حرف جيس من غير منأجم. شاكي سلاحي لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بسيما من السلام. تهدي إليك رياء النسر نشرهم فتسب الزهر في الأكمام كل كم. كأن أم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم. طارت قلوب العيدا من بسيء فرقا فما تفرق بين البهم والبؤام. ومن تكن برسول الله نسرته إن تلقاه الأسد في هجام عتجم. ولن ترى من ولي إن غير منتصر
ربي ولا من عدو من غير منقسم ألا أمته في إرز ملته كالليث علم أشبالي في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدلي فيه وكم خسام البرهان من خصمي كافك بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية وتأديبي في اليتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين أستقيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والخدم إذ قل دعاني ما تخشى عواقبه كأنني بما هدي من النعم عطرت غي سبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارتنا سر في تجارتها لم تشتري دين بي دنيا ولم تسمي ومن يعمل أجلا منه بأجله يا بالله الغبن في بيع وفي سلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقلي من النبي ولا هب لي بمصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمد وهو فالخلق بذممي إن لم يكن في معاذي أخذا بيدي فضلا وإلا فكون يا ذلة القدم حاشاه أن يرمى رجيم كاربه أو يرجع الجرم هو غير محترم ومنذ هزمت أفكاري مدائعه وجدته لخلاء في خير ملتزم ولي فوت الغناء منه يدا تربا إن الحياة ينبت أزهار في الأكم ولم أرد زهرة دنيا التي
عليك تتفاعل يا ذا خير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن هلوذ به سواك عند هلو للحديث الحميم وليا ليك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفسي لا تقنطي من زلة الظلمات إن الكبائر في الغفران كلم بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة رابعين يقسمها تأتي على السبيل عصياني في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا ما تدعو أهوال ينهزم واذل لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمون هل هو منسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما رنهت عذابا في البانر حصبا وأترب العيسى العيسى بالنوم ثم
رضا النبي بكر وان أباري وان علي وان عثمان ذي الكرم سعد سعيد الزبير طلحة وأبي أبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على أبي بك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل مسلمين بما يسلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة مختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم عبياتها قد أتت ستين مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرنب